جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: إذا صليت التراويح مع امرأة أخرى فهل يصح لي التلاوة من المصحف حيث أني لا أحفظ إلا جزءا يسيرا من القرآن الكريم؟ تقول: هل يجوز لي إذا صليت مع امرأة أخرى أن أقرأ من المصحف حيث أنه لا أحفظ من القرآن الكريم إلا جزءا يسيرا؟ إن كان قصدها صلاة الفريضة فإنه يكفي أن تقرأ ما تحفظ من القرآن ولو كان يسيرا ولا تحتاج إلى مصحف. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أما إذا كانت الصلاة نافلة كقيام الليل تحتاج إلى طول قراءة فلا بأس أن تقرأ من المصحف. نعم.